السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما ان انا عشت هنا مع الامريكان حوالي اكتر من 4 سنين، في حاجات كده عرفتها، يعني عرفتها عنهم، في حاجات كده لازم الواحد يتعلمها منهم بصراحة. اول حاجة، في كم كلمة كده، اول كلمة اللي هي it's not your business. يعني ايه؟ يعني ده شيء ما يخصكش. حد اي حد يسأل اي حد عن اي حاجة هو مش عايز يقولها له، يقول له ايه؟ it's not your business، يعني شيء ما يخصكش، مالكش دعوة، مالكش علاقة. تاني كلمة بيقولوها I don't care، يعني أنا ماليش دعوة. تقول له أي حاجة تخصك، أي حاجة، لا أنا ماليش دعوة، I don't care. في أي حاجة حصلت معاك أنت بتقولها لهم، لو هي متخصهمش يقولك I don't care. بيحافظوا على مواعيدهم، وقت عندهم بحساب. ليه؟ لأنهم عندهم وقت الشغل شغل، وقت الراحة راحة. يعني وقت الشغل تلاقيهم بيشتغلوا، عشان كده وقت ما بيجي ياخدوا الأجازة بيقدروا يستمتعوا بالأجازة بتاعتهم. النظام طبعا هما عالم منظمين، يعني في حاجة اسمها دورك، في حاجة اسمها لازم تحترم اللي قدامك. النظام بيخليهم بيساعدهم انهم يحافظوا على مواعيدهم وانهم بيرتبوا الحاجات كتير. طبعا النظام ده مثلا لو هما لو مثلا في شارع او في حاجه في حته مكان معين، لو ما يدروش يعني ينظموا نفسهم بيتحاسبوا. يمكن ده اللي مخليهم حته ان هم يحترموا اللي حواليهم، يعني النظام والنظافه نفس الكلام. يعني طبعا هنا لو انت رميت حاجه في الشارع والبوليس شافك، حد بلغ عنك، هتاخد مخالفه. هم طبعا لو ما فيش الكلام ده، هما لو جات لهم الفرصة ان هما مش هيبقوا منظمين او ما فيش نظافة، هيعملوها. بس طبعا هما عشان بيتحاسبوا، وفي طبعا منهم اللي اتعود، يعني هما خلاص اتعودوا مثلا ان هما يبقوا كده. في حتة كمان اللي هي موضوع ان هما مخلصين في شغلهم، الاخلاص. طبعا هما مخلصين عشان حتة برضو ان هما بيتحاسبوا، يعني بيتحاسبوا كويس. يعني انا هشتغل، فانت هتديني على قد ما انا هشتغل. في مكان، في يعني في اماكن في ناس فيها بتستهتر بالشغل، وده لان المرتب مش بيبقى كفايه، والمعامله مش برضه ممكن ما تبقاش حلوه، هم يعني مش 100 100، هم مش 100 100، بس انا المعظم والعموم والشائع كده ان هم بيعملوا شغلهم بالظبط، شغلهم مظبوط. اهم حته بقى ان هم كل واحد بينشغل بنفسه وبحياته وباسرته وبس. كل واحد يعني بيتعاملوا هنا بعقلهم، مش بقلبهم، مش بعواطفهم. في إنسانية وبيتعاملوا معك بإنسانية، لكن بالعقل مش بالعواطف. ما بيخسروش صحتهم وهم يقعدوا يتدخلوا في حياة اللي حواليهم، حتى حياة عيالهم. يعني عيالهم وولادهم يقولك خلاص احنا كبرناهم، خلاص ما نقدرش نتدخل. حتى لو انت دخلت في حياة ابنك، ممكن يقولك ما تدخلش في حياتي، خلاص انا ما دخلتش. تمام؟ فعندهم حتة ان هم ما بيشلوش هم حاجة يعني تخص ما تخصهمش. عشان كده معظم هنا، في ناس هنا كتير لما بيكبروا في السن لهم بيهتموا بنفسهم. هم خلاص كبروا وربوا عيالهم، عيالهم بقى اتجوزوا واشتغلوا، ما خلاص بقت لهم حياتهم هم كمان، ما بيتدخلوش في حياة حد غيرهم. تلاقيهم بقى تلاقيهم مثلا يهتموا يلعبوا رياضه، يعملوا اكتيفيتيز، يجيبوا مثلا بيظبطوا نفسهم، يجيبوا عربيات حلوه، يعيشوا في حته نظيفه. خلاص هم كبروا وعملوا اللي عليهم، فبالتالي هم مش مهتمين باي حاجه تانية. ما عندهمش قوي حته النفاق، يعني لو انا مش بحبك مش هكلمك، هقولك انا مش بحبك خلاص، مش مضطر اتعامل معاك اصلا. لو انا بحبك اقولك انا بحبك، لو انا عايز اتكلم معاك اقولك انا عايز اتكلم معاك. عندهم يا ابيض يا اسود قوي في الحاجات دي. الا طبعا بقى لو في مثلا في الشغل بقى واحد مديره مضايقه، دي حاجه تانية. انا بتكلم عن العلاقات الاجتماعيه والانسانيه عموما. الواحد يعني بيحاول ياخد منهم الحته الحلوه، بيتعلم منهم الحاجه الحلوه. الحاجات التانيه ما تخصناش، يعني هما طبعا هما مش عندهم دين، ومش عندهم برضه